عليكم ورحمة الله وبركاته كل الحبات دا وياكم نشر دوادا إذا تكمل برنامج كان يحتاج إنك يا بنتا برنامج كان يقال إنك يا بنتا وحن عدد كيسني سجر أه وبخو سنة ما لنت على مجا أه لو أستي قبل ده إيو دبياجا هذا بقى دل وربا وحن ما لنت سي وبخو سنة قبل ده إيو دبياجي سا إذا ما لنت كل لواتنك بشمارس لبخو سنة بمن عالم كوردي هذا بقى وحن مركني إننا عن كوكو سينا قبياجينا إيا قبياجينا وحن نسيب إيا لنا إن عن مركن مناسبة داني عن لخشنا قبياجينا ومرت شرفت كوباد أي نويهن أبوان آد فارح سمتر يسيد وكالي أبوان جامع مسمعات وحن إسابنا إن مرتين وآن حقا بالنجرته ومحمد مؤمن عابد برنامج كينني سيدي عدد المواحد وحن مرتين مهي ببلتاج منسيبال ونقوم بهذا العلم أنه أقاسمها أنباء ماريها ببلتاجة المرمونة معها وإن برنامج كان نقلق قادة نساء وحاك ليه أبربر كي غفر بدا خضر صبن برنامج كان سوديون في سيغنة كان قادة إلينا دادة نساء سيدوك ليه وحن نقوم بهذا العلم أيها ويدا يبلمتا وقتي قوي بنسيي إن المناسبة داني نقول حسان قبيغة إيو قبيغة وحن حسين بدن إن مانتا بلكير مرء أثر في الجسدي إذا مراهان تانا أي سوغان تؤهيد ممكن هو وينا استعمالك لولا دغال المي وحن نلقى لأولان كرنا إنا نصيب إيا لما أبوانا ذنبي حلقا سي قيمت وينك قاتل حلقا استعمالك حقا سوغان تانا برامش كينا هنوغو دربعون انت أنا بددلين وحا أنا بس إنك لغو بلابن وابد أيه هوري ودهدين ددكين وربقل كلا بقل إسلام وحن كفرنا أيضا القرآن كلمك سيدوك الله ومريكيو حسن وقاس وإسرونا كمت شقع لها يجب بلا رديو تلزوك جمريد جبوتي هل يعني نسرونا نغلق القادرة برنامج كم يعني حسن هو ديستو من القرآن كلا بفرة برنامج كم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بإله قريش إلهكم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم أب أي أمة هي أن أحسن واس أن مركننا وحن أمنا أن برنامج كنا كهر أنت أن بدقلين أن برنامج كنا هي قيمها أن ناس وضعني قبل يا قبل يا أن كحسنا أن قدر وحن هذا كسيني أن ما رأيها أن ما تذا أن هي ببلتاج من السبال أن أمر ونمع أن سدى وعلى تدي حسك ما أنتني يضع أمانتا أن الله حسنا كحسنا أن قبل يا بمتانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت طائر السماء وحق لي وحق لي وبالبتاج مسيبال كلي رادا وما أنت نورتا أدبي إنه في حد عين كان حسنا مدام ما دون حرقه حسوي ولو أدبا نانيقا شعور يوني قلي مدام الله وقل مي أبو المتي يقولي جانا رجل يسوي بول مقر جرني قبو بول مقر جرني نيقا سي وانو مهد إلنا يبالي هاي مرسي جامع معاد هذا فرح سمطر خضر سبن واحد يفتدي ذا يهبا يوم تقص وقيب قشور دمبا ونجيب هذا اللي نحن نقلع قيب ستين ويوني قلع قبياق يا قبياق تكلم مدبان في درسان لها وحال أولا لها بشيد أنا لما كسوك عصير كي أبوانيتي وقبياق وحوك قرنيني كون أجل يكون فلتاغي يرد إنك لا تؤمن بيوغرافي سوحي سان قرنانو وحف يعني أنا وبرنا كنا دلك إنا أبياشنا وين إنتان برنا على في عمك سخر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أبد ما تنتهي إن مروان معا إن وأن كسو سعنا ما برنامج كنا إن ما كنا قدر إن إكستو أن أولان كرما إن وحينا ريتي ومانتا أن كو أسامة أبونا ذي قرنك إن ولي بكو يقو عصوص لا إن خد رسبا إن قدر هذا الكنسير وسكوبا إن مناسبة دني هي أهمية إلي لها إن خد رسبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على الله نهار بيتا عن سونا بني مانتي قبيلة وقبيلة وعند فرط المبروث سقط كي أيا كتلنا وعند سوق على مي بني سيدا ورمالا كسوق على مي
waxa maanta inala jooga oo qaali inoogu ah dadkii ka soo qayb galay halganka kagala soo qayb galay afka waana qof wuxuu kaga soo qayb galay dur iyo maskax iyo maal iyo qof kale wuxuu kaga soo qayb galay laakiin dadkii ka soo qayb galay in ay maskaxdooda maalaan dad kale ay u tabiyeen waxa maxamtaaba socda ee jira ee sababta riwaayadaha ku sugan jiray ee dadku gubaadan jiray ee gumaysiga wuxuu maantiisa tusi jiray ayaa maanta inala jooga oo qofku wuxuu ka xoog badan yahay mujira ama kulka ama risaasta ku dhacaysa afka ayaa ka xoog badan gabaygaasi oo aan diido aan lahayn oo aan lahayn mid marka uu bilaabay oo aan dadka keentay war ahaa kana qayb geli jiray colaadda oo lagu guri jiray asaga baan colaaddana lagu dirin jiray gabayaag wuxuu ahaa kaalinta ugu weyn ee warbaahinta iminka ay kaga jirto oo kale ayuu kaga jiray dhaqankeedii haddii asxaabii dhaqanka u leexano waa isaga ayaa filimaha laysugu gudbin jiray isaga ayaa laysugu ammaani jiray isaga ayaa ahaa dacaayadaha laysku dacaayado sida iminka dacaadu dacaayada wadamada marka wadankala dagaalka ka jiro ay dacaayadu aad ba qiimo weyn ka qaataa laakiin gabayga cadu waxaa wixii dacaayada ka kaalin jiray gabayaagu wuxuu ahaa mid dadka oo dhan ka indha dheer oo ka maskax badan oo ka wayaragsan waa wixii yaqaanay deegaamada soomaalida oo dhan ayuu yaqaanay xiliyada ayuu yaqaanay dhulka ayuu yaqaanay beer kasta toostoos ayuu yaqaanay waayo haddii kala gabay muu tabin karaynin oo waxba kama sheegi karaynin marka mararka qaarkood xataa gabaygu wuxuu sameyn jiray ninkan gabayaaga ah ama abwaan kale laada in uu wax soo socda oo kale sii saadaaliyo oo hibeero gaara oo ilaha iska sii ahayd markii laga himiday wixigiida waxa ay magaalada himidayna waxay noqotay in dadka wacigelintiisa ama daniyada ama ruwaado oo la dhigo ay tahay waxyaaba badan uu ka qayb qaato abwaanku iyagoo daabaarintaba ay joogaan oo igan waa aragsan yihiin laakiin kaalin weyn ayuu ku jiray waa in la qiimeeyana maantana ay tahay maalin aan xusayno inta badan ubadkeedi aan tahay in aayo loo reebo iyaguna ay ku dhiiradaan oo bartaan gabaygii oo aada moodid in muhiimka kasii baxayana aan dib loo soo noolayo ayuu lahayn waa tahay aad baad umaadsantahay khidrasaban horta marka la leeyahay gabayaa waxaan odhan karnaa waa ninka ugu culus bulshada waxaana uu ahaa maskaxdii bulshada waayo waa qof uu eebi hibe siiyey aqoon gaara siiyey xataa markaad u fiirsato suugaanta qaar waxaad arkaysaa abwaankii oo kaga hadlaya sayniska waxyaaba markaa cilmiga baranayso ku jira ayaa jira oo mas-uuliyiin kala duwan uu abwaanku ku bixinayo gees kale ummad waliba waxa ay taariikh iyo horumar ku leedahay waa suugaanteeda iyo gabayaageeda iminka waxaa jirta iminka markaad wadanada tagto bibliotegyada sida iminka de bibliotega aan fadhino oo kale waxaa inta badan ku xusan taariikhda gabayaageeda xilliga uu bilaabay waxyaabihii uu ka hadlay oo buugaagtii gabayaagaasi ku waramay taariikhdiisa hadday noqotay iyo suugaantiisa haddii ay noqotaba ayaa yaala iyada oo kulley waqtiyadan dambe lagu baraarugay in dee wax lanooga reebo gabayaageedna oo aadan faarax uu buug leeyahay jaamac mise buug leeyahay laakiin buugtoodu waxaan odhan karaa marka loo qaybiyo suugaantooda toban meelood qeyb unbaa ku qoran oo waa inta u yaraa inta qoran inta hadhay baa ka badan meelaha caankan oo kalena laga helo taariikhdana mar kasta lagu xuso waayo waxay xambaarsan yihiin waa dhaxalkeenii haddaba markan haddii aan usoo jeesto qadar gabayaageena waxaan hadalka siin ugu horan aadan faarax oo aan wax ka weydiin ugu horan isaga kaalinta uu gabaygu ka soo galay xagga marka loo eego xornimadeena kaalinta uu ka soo gashay suugaanta iyo sidii ay ugu soo halgameen bismi illaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay ba waxa weeyaan garaygu waa maskax ilaahay qofka ku gallada weeyaan inuu ka soo baxaa maasilka gadaal laguma helo dar aan la mooyaan dugsi iyo tacliin looma garo daa'im abidkeeda darna kama dhaxayso in bay deeq u noqotahay waa dareen ilaahay gashada qofiyo doonay ilaahay baa karaabo gaar u siiyo qofka wax dugsi loo galo oo tacliin laga soo barta ma aha waa wax dheeraadahu ilaahay qofka siiyo oo karaano ah ta
ee maasadi anigu soo saaray dalkayga galo marka jawaabta waxaan u qaybtay aabayaasha inoo jooga oo kulli aadan loo soo noqon doona iyo jaamac masoo isaga laftiisa mikrofoonka siigaya iyada aan u deystay sharaf baan ay tahay waan ka faydaysan kara insha allah anigu maasa intoo si geliya fursada iyo banaanka halkaas aan filay waxaan ka bilaabay maasada ayaa kulli macalin doonta dharaaraha baggabay ii ma tirin dhiiranaa jiray ma dhaqay jin maa soo ikii dhumcada weynaaye maanta sideedho sideedho oo kale ii dhabacayaaye afka waxa ka dhowraba dibnaha horey soo dhaafiye bal dhalista waa maalmaha dangarin jiray gobolnimada waa loo dhintaa dhaaxaabidkeedii waa hibad lagu dhaartay iyo sharaf la dhowraaye waa dhabarka nolosheenna iyo udubdhaxaadkiie waa heer madhaafaana iyo xaaji nagu dheere carigow hadeeliyo ragbaa dhiigga kuu huraye weligaa dhisnowkii wax badan loo dhugmaa tahay ha dhexmoonin weligaa dugaa kuuma soo dhacin dhulka hooyo iyo ciiddu waa dheeman iyo luule hantidii dhabtii weeye iyo dhaxal awowgeene qaranyahow waddadii dhiiran baa kuu dhammaanaxaye dhidig iyo laboodkaba bulshada waad ku dheertahaye qofka soo dhugaaglihiba waa kuu dhadhabayaaye cod cadib kuu dhafoortaabta iyo habari kaa dheere xijirtii wadnaha laga dhuraa noola dhigantaaye cadayo hadheeliyo rag baa dhiigga kuu huraye ha dhexmoonin weligaa dugaa kuuma soo dhace weligaa dhisyow kii wax badan loo dhugmaa tahaye dhayalnagumasiin farajigii dhumcda weynaaye annagoon hub dheereeya iyo dhuuban kulu haysan waa kaan u dhalan dhoolay ee dadu dhammaadeene waa kaan dhagaar iyo habeen bacadka dhoorayne waa kay dhallaankuna sidii shamac dhalayeene dhayalnagumasiin farajigii dhumcda weynaaye annagoo hub dheereeya iyo dhuuban kulu haysan waa kaan u dhalan dhoolay ee dadu dhammaadeene waa kaan dhalaar iyo habeen bacadka dhoorayne waa kay dhallaankuna sidii shamac dhalaayeene ee dhayladoodii hilbahaaad ku dhowyaday dhallinyaradii waayeen markaan gaalkii dhagaxyeenay een dadna quutiyo hurdaba uga dhanaanaynay een ciidda uga dhaaranay calanka dhiibeene abidkaa hadheeliyo rag baa dhiigga kuu huraye weligaa dhisnowkii wax badan loo dhugmaa tahaye ha dhexmoonin weligaa dugaa kuuma soo dhace intaasaan kusoo koobayaaa inta haddaan kaga gudubno ababe khadra kolley suubaanta ka hadalnay iyadoo aan hadalkaasinana daadeer jaama gabaygu wuxuu dhaqanka kaga jiraa meel fiican buu kaga jiraa wuxuu uga jiraa dee ciraaba iyoyahay dadkii lagu waaliyaayo haddaa laga waxba u sheega adigii maqlaya meesha sideed iyo maaragtay sideetan halkii an tartanka 20 kooxood aan kaga badiyey waa adigii garanay kolkaa dhaqanku dee wuxuu meel aada iyuu ku leeyahay oo uu ku leeyahay wiilkiiyo gabadha isla hadlaya waad garanaysaa wiilkii gabadha waan ku qaadibda aan oranay gaatiyow guur baan rabaayo gabar isbaan joojoo guryataan kuu soo dhex maray guurkaadii arkaya gaaridoo loogu huba haddii buujooga tahay ama garayskii waa sitaay aabaha goramaadu kaiyo goobyaygu adiga sitee gesu loogu huba dhabaan ii gabadhii ya kolka aabaha deel baasi hooyadaa guna waa imaysa adnaa aroos baan kuu gudubiyo biin ayeer baan ku sitiya gaatiyay garabtay noqeen gabar hayni maayo wiil garaadku dameerku yahay shini gobeed baa loo dalaayo goobyaygu adiga sitee gesu loogu huba sidaa ka dhabaan kolkaa yacnaa gumaho gabad migeesiyaa wada ya kolkaa meel jalaayii gabarhas iskabatiya gabantayna dirir baan geel badan la joogee adigaa jacaylkaa jararka uga dhacay oo jeeda buursiya jila baaya ereega naftaan jeclaalaay jarihii ma seertaa hidahana ma jeceshahay jiinkii quraankan ma hidahana ma jeceshahay gabadii jacaylkii afakuna ma garanlaa geeska wadaag inankiibaa oranaya si aan dheh an ii kolkaa waxay tiri gabadhu muuftaanoo joofteefsi baranoo jirka aada qabanoo weli jeegan baan ahay janna hooyadaydii gabadka uma gurinoo jacaylnimahaleeyna weli jaahil baan ahay inankay jeclaalaha jeedalkii ma seetaa hidahana ma jeceshahay gabadii diintii quraankana jeeniga ma sugan yahay geeska wadaa ya
ayay iyagiina ku leedahay isna uu ku leeyahay kolka dhaqanka dhaqanka ee halkaa kaga hadlay waxay ahayd kooxda labaatan habeen baa la tirtamayo labaatankiiba kooxda idiibaa badisay waxaan u dhiibay meelaha baan goorta ugu jiro waa xarig biisu hays xariggana soo haya waa xasuusku meelo dad baan xiranahay dad baa xusan lagu xilaato ka ilahay waayo sana kacay oo laba boqol oo kun ayaa loo qoray kolka dhaqanka waxay soo sheegnaa xusnay in ay suugaantu ahayd hubka ugu culculus ee lagu dagaalamo waxaa jiray xilligaasi iyada oo soo jir wax lahdo amase gaalku ama isticmaalku uu xadidayay suugaanta oo uu kontrooli jiray si iyagay bulshada ay isku fahmaan bal la weydiiyo markan aadan faarax siyaabihii ay suugaanta bulshada iskugu fahmi jireen siyaabihii hadba wacyiga xilligaa jira ay ugu gudbin jireen amase wargelinta ay ugu sameyni jireen waxaa jiray waxaan ku hadlaynaa anagu af soomaaliga ee wax ku celayna bulshada ragga af soomaaligaaya garanaysa sarafinas wax badan marka hadlaynay waxaa ku tilmaamayna inta badan gobonimo magaca dhidig soomaa gabar weya gobonimo gabar qurux badan wey waxaan ku tilmaamayna gabar had iyo jeer gabadh baan ku tilmaami jiray waa si kale oon ku dhugbaxaynaa maba jirinba abwaar kastoo hadlay sarbeebtiisa wuxuu ku soo darayay gabadh markuu caanka u jeedo gabadha ku dhixda taasay ku darayso oo jawaabaadka ay ku hadlayso cidiida lasmigaasanayo waad fiican tahay gabonaysa gabadh fiican baa tahay waad fiican tahay sideen kuu helaa waxaaba waxay ahaydin hal gabdahay waxaan ka soo qaadaynaa riwaada qaali ah magacdoodii baan ka soo qaadayna anigoo waaran waaguyo beri baa jirta anigoo waaran waaguyo beri kun iyo sagaal boqol iyo sagaal maxaahay dhismo maris maxaa ahay sagaal iyo tobankii bisha maris dadka iyakoo waaran buu waaguu beri iyakoo waaranba foodkii baa dhacay caawaa dee la sheegsheegaya maantuu dhahay caawaa la sheegsheegay sheegsheegiddu waxay noqotay anigaa helo waad weydeen bay noqotay dadkii iyakoo waaran waagu bari anigoo waaran waagu ii bari waa riwaayadna waay waxaa cabdiqays baxaysa jeedayana isla markaa u baxay isla markaa un baxay haddii caawa timaado waan u ciidi lahaayo waan ciyaari lahaa isla waqtigaa un baxay weliba waxaa la saaray waan garanayaa anigu waxaan ku cenaa ubax subaxdii baa la saaray haddii caawa timaado haa xaray kolkii foobkii waad weydeenay haddii caawa timaado waan ciidi lahaa gabadh buu ka dhigayay haa saasay wada ahayd marka abwaanadu qaybaha ay uga jeedaan gobonimo magaca riwaayadda waa laga arki jiray oo laga maqli jiray eryadana waa laga dhex arki jiray maxaa bulshadana waa nagu taqiinay oo meeshay wax ku jiraan way ka daba tegaysa maanta laga duudhigay ay soo gabowo garbabeere buulaa ku guurareed geliyo nin gaajoon iyadoo gargaarto geelnina dhaqan bay gacantiisa gelisaa ilaan gaabsan maayo markuu gaajo bayro gorsaraanad ku maalo dadkii boqonta gooya ya maanta laga duudhigay aw soo garoobo garbabeeri buulaha ku guura reerka allow ii gargaaro goodkii garmaqaato weeye oo ka garab caraabe allow ii gargaaro goodkii abaysada gacanii ka yeel rawaad bahad haa rawaad bahad bulshadana way nagu taqiine horta magaca kolkaa sii deyno magacay ii dheehanaysaba mar iyadaaba noo buuxinaysaba bulshada
أنا ما سي عادي وعاشق اسمي جدا يلا كل جلسة وسكم غنا وهي كم غنا كل جلسة قد حركة سبع وينيب من الصور ولا خلي منه المس هاي كده يا قفتو وح كم غني تلمات وهي تلمات يسعودي وجعية وتم بيسيبو كل وين يا وكت ما رصاصة نجلا وهو جرام كل عليا ساس المشكلة هو من مركز أبو حسين سبا أبو ملتين يا هاي إن أبو أن هذا الفارس مطر إن مركن وحن إسيقنا هذا الكثير من الرجوبة إن أبو أن أبو بكر فريد إن أبو بكر إسيقنا بكروبة أنا أكو فريتينية كان أبو هرين هو يدي وإن إسيقنا كله ومناسبة دي وحن حسرنا إن لو قلت لقلي أمن لو أستيلي إن ما نمت العالم قاعه قبل إيو دبياغ إن واحتفالكم مركا إن لو إيه وحلية قاردة قبل بكاين ببشيدة كبيتيني إيه مانتا إن كانت ببشيدة كبيتيني هادات رح نومي في سيد أدوى الدسبر بربقية واحد سواشا نكو يديد حقي مع الهنمة إسلام رحيت أنا بارتا بسم الله الرحمن الرحيم وإن أتنت هيبا جاتك كحيل دارا قانتا مسلمينتا أما ركمية وإناء قرنكا من الجوية وحيش لهم هذه الحين اللي أنا واحد غير الجيرة يعني عمرها وبركيو ولا ليه واحد من دي سي خلينا نقول لي هاي دمايو وصل على نقول فهمي إيش جديد جديد وحالي خط وربع ورجل حلو أنا وحيش كله رجل هو عرب طاحت لازم نقول رجل ليه وكا حلو البدايه هو مال وايو واحد داو خلو خلو قدامي بيحيي اللي هي قرخيه واللي هي ميزان كده وروح عبر ايو بركه الجراء قف قدرن زي هاي بدايه كنا واحد كده سو عين هاي على فكره وقرات في الفكر تبدو كان كده ان يقولي هي انت ما هو على اخر انت هذا هو داو بهاي انت هو اما تبدو واشرفت يا ادب ده بالشده هو حلا الى عليه روح اللي قد انت رجل لما هو قد انت رجل يا كرم جيل بس وراح محاد رد لو يقول مثلا يا ابو شيء اخلي يا رد قيمة قاعد لها وما رغم لك ويلا ضد ربع شيء وقوم بار عند بارس وسميه لها عمنا ولا يوقف فيه ودع على حل ودع على ولا يوقف فيه وعي هم يوجد في كجرا لكن انا نحن لا لا يوقف فيه خير ربع الوضع يبقى مع الوضع وهي بقى الاسود اللي هو خرج بنتاجة الكجرا نبقى بقى يلا يلا صور صادوة ولا جيلا ورسالوا أحرين في جيلا ورسالوا سلاسة جمبا أبواني وعقانا كلها هايين بمشيد الجمبا قيمة أكتو دخلوها فرقا سلاسة جمبا متلاهين حبا إمكا محو قبل محو محاد أنفسه جمبا دليه جمبا الملك السور للجوري وحويا وعقبا الدين السوريين كل الليلام دوروا حيوه حقودة سايمانية لكن جمبا حقاني تريد قبل أبو بكر كسودان أي واجب وما شاء الله تأين تمر كتير ساي عشرة حتى لما أنت رح أبغى بس وعسي الجيفية الجيفية كم في ملاك خلاص خلاك تريا ملا قلبا بمسيدة قبل هذا تأين واحد هذا ومشي واحد ملا قلبا بمسيدة بهاي ولا ما أنت رح خلاها باهي وعيد وخلاها هاي باهي إن واحد عشر هاي نور تلقاه كنت أروح هذا يسوي كتير واحد كم خلنا شاء روح عن هاي الأجادة ومحن شرعها ومحن هاي لأن أنا ومحنها ومحن بلها الدنيا اللي يكون ورسابة يقول لك واحد ما خسارم هي قيمة كبير ديري دي ما أغلل الجميع أدعاء اللي يحكت الإدعاء سورة عبا يساعد في محمد مومن الأبوة بكتي جبا يحضر لي أنا واحد هاس الأجادة بدي شعبهم أدلوا معلومة دقائقي بمدهي أنها هي عمل درارة كما نقنيني رب صور دبر أغيغو أفتي يبحل فاتي درارة كما نقنيني رب صور دبر أغيغو أفتي يبحل فاتي بحل كاكتلي سيرو بيش شاهبون بمبارك إسلام كدينك أسوط يبقين كسوط بل بلبو أغيغو كاكتلي تقرينا سمي سنة أجيب بكسين كادوين وحن سؤال يدين يا حياد الفرح قبل جاء عندي كجبار سيء سيء وعش قبل جاء كعبك من سجاتك أما سجاتك
marka adduunka la eego
أنا واحد من هذا القسم يجي الفورماسيون اللي هو انتربرينيريا بان كده يجي هاي وعلى الكتب بريك بيجي مع جامعة دنا بعد روح الصومالية أكاد يقف كفرنسي هذا ترى كل اللي تراه قف كفهم إنه هذا ترى أن قف كل كله برنامج هذا ترى دي بلانيفيكاسيون هذا ترى دي بروجي هذا ترى دي و وصومال وفرنسيس إلى لدن دورما هم في ربي قبل أشهر ويحكي وحبان قال تريو ويحكي وحبان كاد واحد سنة ما قبل عنه كاد وفيان هدي أولي أشهر ورسيد الجامع اللي عادي كاد بلا ما حي سنة يوم يدان دواسيرو ينادان لنا في السنو وحنا نو في ربي عن قبل وروحنا في صومالي قريب الفرنسيس كالغوض والبرنامج اللي قفتي من قبل أمس مانا السنة هاي ثمانة سنة يهالك مبادي خم عيني الساعة عشر بيسا أفسرنا كوفيد وأنا أفسرنا فرنسي والله سومالي ما كده وقال أنا فرنسي سومالي ما كوهلي كل هذا اللي سومالي جيد قبل ما هذا الجيل مؤرن معي دي مؤرن معي الدوق قفت تذكر حاجة اللي ما أعرف تذكر خير قفت تذكر إنك إن قديم كم تسرع دي على سمي نين يجيبوا بديك يجي يعني ما قال كده شيء سكولانج ما نفكر يا وقوميس يا واحد بديا لأنه خوفك تقولك بديا كلمة قوميس مارتن مليك تكيو جيل عري كشري كيريا ما عرفت كيري جيفت وحنا الشيء ده شغل من هاي اللي بدي شنجمة ما كاي بدون خواصلة شنجمة كلمة تبع ما نقلا يعني هو هم بدين كلام على الله اسبدي كار من هاي اللي أف قوميس بكت وقبل كسوة داتك مرايك هداتك إما إما غير أف كار هداتك بدون كلام قوميس بدي لا ويش بدي؟ قلت ما تروح هنا عاد وفرحة ما كان عارف وين ليميا هذا فارق يوم ما كان وقت الغرض اللي يجوا يوم جودي وان تويت وتا تروح أنا عبد الله تي ما درت سلالة دوات تري دوات الحد على كم درت ما كان يبغوا ساري لوين ليميا أنا فارق تي بدي سجل سكوا كم درت تري وواحد كان كوكا دي جايين من غدر ما تدري ما هذول هاي الشمال جينا ورمي في عنو جودي وجودان فاحنا نقدر نكرر انه مجهرين بها في الهدان نحيو عركيات كين يستوري دي سوقا مثلا هو الكمسي بغير باية هدون كل غير عركتين ما كان يستوري دي غشي كينه لغا ما شاي كينه ان واحد بس وابي ري واحد لغا ما شاي كينه هي اربع لغا شاي كينه استواجوه واحد عركتين بها فرماسيو استواجوه من غيره تاريخ دي فرق وانا اكو حالو اليومي دكي افصومالي دا عبغاشين أن لكن هذا اللي رجعني فولتيريو رجعني اللي هو بالك أبدا جابيسي أن مولياريو مولياري هذا اللي واحد من المخرج وهو أنا فارح سمي وهو جامع سمي من بعد ديب رسام سمي مع اللي كان شاري في الله عبد المولير بالي قدرانا أفكر فرنسيس كان يقول ما قدرانا واحد دي أدي بقول فوق قرية ما بدنا من أي فارح لما بدنا كم يد جامع لما لمن منه ده عليك يجيب فالير كديت كيني ورا كنت من خوف على سيرنا قلت كل ميورو أكسو أسود بالسنين حتى كوا سوينا ميل بيرن بيرسون عن احترامهم عن حنون على التصوير كوا دمار دي كوا على كسو قاطع لأنه فنان بوسوء هذا الشيء فنان بعد كسو به خلاص كسو به قف بوم ما تقدر تقولي ستيمك شو أعرف ما تقدر تقولي ستي إن القف تي أكسو قاعدة تي وحجوري أنا فارح وحجوري ترى جامع على الجوري إما كل كلام قف تيسي الدكتوراه يسمركم ما يبغى بدي هرو فوق عطا أنا ذا واحد قال تجيب مجرد أنا ذا كل اللي أنا بجرايا أنتربرينر أنا كان جرايا ذا يا أنتربرينر يا يبغى ما هي ما هي أنكش الخير مجرد أنا مش بدو شو خطأ لو تك أنا تذكر أنكش كي أنكوها اللي نمو خطينا لسلفان بدكي نورنا سجامة إلهي الدنيا دم فرحنا أنا قال لو بجع على استوى ولا سو بدي استوى قبل شو هي سلام الله عليك هاي سلام الله عليك هاي ملكي كله هذا هكذا أنا تفكر أقول إيريو كره حماية صناعية وأولاً ببنشدة أي أبوان كره أو طرطة أو صاصرت إيري جدا يروح الغرام رأيت ببنشدة أو مطاعم لوكيات دوية يسوعان تكلت بها
إن دعم إن وجودنا هرت ما أنت عم خصنا إن عن كلي إن ضد سوكلاي من دحمته أو ده يدي يدنيرتي يهو يدي أو ده أفك يدل إن عن هو دمها إن أنا أرجو أن إن أبغى ندي نبغينا شو ده كلا إن وحى إن وجودنا إن عن كلا هين ما لين تاني أنا عم خصنا يهو ده عالم كألو اللي بينه إن عن خصنا قبيلنا إن أخرى ده كلبوا إن قبيلنا أنصام تكمل إن هذا فارخ يو إن جامع موسى يوصل وكلا ده حاجة بالنيرت إن محمد مؤمن أبوه إن دورك إن يوصل وكلا إن هو بكر فريق يسوعنا نلقيه إن مركز قبيلنا يعني ده قبيلنا يعني سكسو إن كونه إن دورك إن قبيلو وكبتشو إن بشدنا سعد وخبر إفتيمنا إن ده أنا خبر ده حاجة نوبل إفتيمين إن قبيلة اليوم إن حتى قبيلة إن ويانا يسوعها ويانا يو حيابها إن لو بيخوتشني كرام إن إذا أو بكرنا إن بين إسوع نوم عليه إن وحيابها كاني إن بليشة إن فكرنا بسويش ليه إن أبدا إن وقصة شعنة نعم إن برنامج كمني إن ما كان إن أقدر تجمع وأنا أقدر هذا الكوريني إن إسوعنا بالسيرة كوبان إن نقول ديو إن كانت إن قبل قد أجمع واحد منه بسوبيانتي سوى حجابها وكحو سيئ هذا ما قلت حدا بقى إن يحدى حرق الكوحو كواسو تلقيت وحا يروح عليها حقين وطعامي كي إبنين بي لغسو حبي بل سئنا كوحا أولها وحا عليها إنتي دي وعليا على وحا كده حبي يقوليسي وحا كده حبي وصدوية الدراسة من هذا الصوت وعليه كده عير طويحا كده حبي يقوليسي شان يصد الدخلي يلبي أفرت الجبوتيا بل سئنا كوحا عليها يبا مر أو لا إخواني وإخواني إخواني أيها الناس تشيلون دكتور شنو يبدأ يشتري شخصياً بدل كل إعلان لي ربعك قبل إخواني يكون كلام علماء على هذه الأرض ناس علماء دعم قسم بعدين أو دعم كذي سيلو يلا إخواني حد تعالى سيسوي ذلك كله كل كاب حوي وح عليه قال بعد الجاسوس بعد كتير في الدولة استمر تهديف تماتك وبعد الدب داعي ميا قال بعد الجاسوس ثم كي عروس المساكين في الدولة في الدولة استمر تهديف تماتك وبعد الدب داعي ميا قال بعد الجاسوس ذهب بعد مارك ذهب كي على هذا بعد الدولة في الدولة استمر تهديف تماتك وبعد الدب داعي ميا كل سنه عينك دمج وكبير بان عالم كوها عطاوة جبتيني قشان اوليه باية عمود على حلم الدكورة اصوراي خبكي علم رشادي بان الاقف عباية رشدي ونوف باسي عمش الوغري كوها دي وانكي عبد الله عبصونا لإتبان دبو إياه وحن عاو كوها باية عرطة يا عسامو يهكي عزاليه هي عاصمة دوين كوفي بقلي علوشي عالم كي نصابحي هدي أيوة يقدروا دينا عثمان نقولها واحد صباح على الكين دولو وبطلعين حول من حدا غير حي ونريد بورين عليهم دولو على مصوبين شيء هذا مصاب أنا بيقول كي تابع عن أذن بلاي بلاي القرآن كي يدكي ويك أنا لان إلى هاي وحول عليه بل عرف كهي صار قصي لغا ماهره قال لي عاش الدليل عن مدروها يعني كذي أنا كيش أنا بين بعراضي على رحمتي بيني وين اليوم اللي بتود وأنسى على صار ويتهاي إن أبو ما تيهاي إن أبو ما تابع مسمى عدكن إن وحن جلنا لها إن دلنتا إن يدب وشذا نقلت تلنا صيح دب ويدب نقطة إن قدر يجنا الميكروفون كسيو إن سي أو أجران إن دريكو جاء المناسبة ده يوسف أركان إن بوشذا إن بحدة إذا كلمت وكل يهاي إن أبوكو إن يبدأ أبوكو إن حاجة صحيفة ده وقلت مني إن ما قيبها ميديا بقول أي كلاس وعنو ترين إن ما تدكوه ونعرفه فديان ها إن محيكو إن العين سيدي وأركان إن مركان هذا كذي كان مدعي محمد حاجر محمد عمر وأخر حي المعلم عربي ونحيسي فنكا قيمة وكويتشرة سيدي وكري مسؤولين كمان حيث يعمل بجيستا
لكن مشكلة سوف تسارس هو يعني عرفت مركع سيدة أو إيجر يعني هذا لدى اللي هو هذا يورو رو انت جعلنا حد هذا الكلفز أو ديو عم بنت على هذا العيو سيدة أوفا هو أنا عرفت ما أنت شوفته سيدة أوكلا يعني أنا مفكر هانو من كبير بنا انت أبا أوكلا وهو أخي ماسو أدو بروح بنتا بس وحن جعلنا هدو رعيو صوركي يهيدو قرن سيدة برعي ربونا ده شعر الكامل سيكو سأركي أبوان المرحلة بحيها رجيسة حالا رايحي إباش روحو كلية هاي بيش بكلية هاي يوتيوب كا فيسبوك كا قبي وحا مركز دل بتسيد عمانكي سيكو قرتيد أمبر مانسيد عمانكي كو قرتيد وحاكو سأبحيا سوكو إريد يقرن وحاكو سأبحيا سيبركي سي أو وحالا يو فيديوي وحاكو سأبحيا كلمة هي المقليسي معلوم كدروي سببته وسميه معلوم وجهده مركاو حرجين لها يعني فكرة دعم قبو سلاح اللوب فافين ورن لها سلاح اللوب بلاريو انت هكسي بلانيتو فكين إن شاء الله أدوك لا إحنا قد نقرأ بدي بساقة تايو وقرستا بدي قفك أدو بالتبيه كتري لو إحنا بتبيه بقى ومرتقي مركا أنت نقولين أنا أقول لك الحرب أنا تستر ترسو تشديها وحين كتب لي أبو كفري برسونا وحكو سفر لها شرمات على بعض، مرك على بعض من التجور السوري من هكذا، أحد ما وفر حي قويش الجو هكذا، أحد عبر يماع، توفكرت في عمر تمر قرصة إلى مرك سبعة لحسو، هذا لحسو، مرك والله توفكرت ذي حرم لها، وقتي حاضر كا بريرتا، وقتي من دكتا، إيد كا كشوبان عن فكرة كم تقرطان سيا أخويا شورا كم يقول لها أخويا شوكا حبيب نفس الوقت دكتا ولا هذا حتى نشكر الدعوة ببليتيكا أن واحد نورتا سلام يا هذا فرح الجامع مرسى معاد لابد أن بأد أنت ليه تريمات عاوية فبيبا حقا نوحا ما قلت لها أنك شيء هذا الشيء يقول ما دركتي حركة ورا كبيرة إن ما دركتي ورقة صفة على الوصر ورن لأن الصميريو حقا لك برنامج كأوري الوالو إبك الله الصميريتي لكيشن كا إن برنامج كالقوبي قاعد والصميريو ضدك هوان وليو القوبي قاعد الله يحلو قوبي قاعد الله شرحو يعني إلا برتو إلماعنا كالبشيري ورسوع برتو وكسوع بوه هذا المدخوني مالتي ولي أنا المقلي ينقوها لكي هو يدي فريد عيد إنبا الصومالي لقادو برتلوني مرقا هو يدي ما الصومالي إلماعه ويكو يكو على مكر تغيين ويبر كرتا عالك هو يدي الحمد لله عندي عرفت الناس صوب السنة الصومالية بقى كبرت مكة ربط الموضوع أبوان قيمة بدلني أن لو بحلها ربو طبي واسبوك أو سيري بعض صور شفتي مستقي دعيني وحا كتر أموحي كصوب رقمي أما مكتر وحا كتر أموحي مستقي دعيني هين كل نهتان كبير كريني وحا بروح بغم جدا من دار بدلني تعيني هين لو بسايد استو نبضل نفقر وكسان
فرنسيس لما قرية صومالي لما قرية عربي لما قرية أبا لما قرى أو لما قرية أبا بأي وحي قرى كل مهرة أي ترى صومالي عن الدول كنا وحي دا لقرية بدو ساقع طالو أستا لهم أستا الدول بنت وحي كتري وحي بتبيع ورتبي مكا وتنوي لهم إلى كلاهرة أن تستا ترسو تدريها وحي مكوت منها أبوك الفريق بالصمد وحكو سخنها وكنا نجدها وأنا فرانسيسكا وهذا حلو جميل للجو وحنا شو هاي بيحصل معهم وانجلا أفبالهاي وحنا نكون شيني وها وحنا كمان صباحا وحنا نقول بدل ما هي اللي هو مرتين وهو عفوا شو ما لقى يا فرجة وهاي وهي ما عندنا نجي الرجل أدي شري أفقى كرة كمرتي لأن هذا الرجل وهي اللوحة الجميع قال أمانا أنا هلك إيه أي جزئين أرقى على قال هرو مريا الجزئة إيه بهمتا إيه جاء رجل قاد سنة نغش إيه أهل وهي إن أبو ما تيهي إن أبو بكر فريد إن مركن إن وحن سين كرفونكا إن يكلمي دو قصة أخرى إن أبو أكد لنتير إن محمد مؤمن أبدا. كل هذا كله يعني وحكاية كل ما سوي كم مرة كل هذا في الحياة. وحن كسر هذا يعني ما سا عند الأرض أنكوا هذي. وحنا سبع ملت ملايين في الحياة كسر قلنا دهنا. وحنا هذا شبابنا ما حيتهاي. الأيام ما أيام ربنا عم إن أم عنا ربنا يرتوان هذا الأيام ما حيته. أنا قلت أن أنا قلت في هذه الوقت لا نرك علينا هي أن أفسر عليها هلا في الغي وعيالك كلمات فرد وهلا يبغى هذا كلمات سمعت هذا وقت يقول أن أنا قلت سر جدا في كذا على كاسة وهم سر جدا أفكو أن كلمة العرس على ما أدى كل أدى روح على كل واحد كسي سكت الله في غير فصل ولا شيء سكت الله مع قوة لكن هو كلمة كلمة على واحد كسي هذا بقتي بقول لك أكيد بدك شنو ربع على نقطة ولا فرق بين قرص أو تسوال وتو لكن السودان كله حتى كنت عايز تروح كل هاي إن أي كم مكان كل مدينة وين أو غرية في كل مدينة يعني في بحث لأن والله مرمان والله كل مدينة ما كنت كل مدينة معانا وقت أو قرية في العام وفي طبعا في كل مدينة بروح بحدي تلاقي مثلا في مدينة نوعية قفوا رجالية والله سجلت أنا ما تدرى كل مدينة كلها رجالية أو قفوا تعالي سجلت كل مدينة أنا أول معانية مرك كنت بدي أعرف كده ولا حسيت أنه بتبدأ وأنا وأقول أقدر أحس ما أقدر هذا، والصفقة تكمل في الأيام، أفكار سيرون هم سيرونتو، أفسمارة، واحد بدل ما سوى قارين وين بدل خلي جنبه ودي كده هذا اللي سيرونتو تين، أما ما عناه ما قطع أما ما سام قطع واحد كهيدين اللي هو قارين أفسمارة وسيرونتو، قرأ كهيد لقوم هين، كهيد كهيد لقوم هين، كهيد كهيد أما الدنيا كله قرآن كهيدين وسيرونتو سهل، ما صار يوان كوست يوان بين. أنا أقول لك أن أبو 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 أن
إن أبوان على فارح سمتر أبوان تشامع موسم عن إن سدوا كلا إن حاجة أبوان أنا بلنت يال إن محمد مؤمن أبابة يسدوا كلا أبو بكر فريد إن إيشون أنا بتشوفه إن وحى معلم تاسي إن عن كسر كذا إن قيوا سكيل دون جبجة أو عن كسرني يد أضاد بلارن إن يمكن ده أبوان ده أكون ده مرتي إن إيو إن بلنت يو إذا كسر قل قل طبعا إن أنا بقول كده أنا صدق كلام هذا علمنا إن ربطني عن مرتي أم هاي وببلتاج مسيبال إن هو رسو إن مروان مع إن أذو جمع علمنا برنامج كنا عن ما كرد وهو يجيسي إن ما كست إن مرتي مالك وهو يجيسي وهاك عن كوب سما إن برنامج جدا مع عن القلاعة قوة البدن إن وأنا هاك إن فكرك قلاعة إيو أبوك إن لغو أوروبي كرو ويان إن ربطني وأنا هلك رجيم إنه إن أبلين تبريك إيشا إن في كل هذا إن أبوانا دولا يتعرف دولا انتبع إن سدوا كلا إن خدرا سبان أيام من الإلياء وبرنامج كسودين تسيقنا كل قادتي إن وحا كلا أم هذا إلنا يا أم لتوبة إن رشيد فارح وإصر ما كمد أه إن أبوانا دينا إن دمان بغير ذلك من وقت وقد قارب عن السيسي إن يهو يدا إن إلنا يا سدوا كلا أم هذا إلنا يا إن فرصنا يقعنك بنا مشكلة قيمتي وكقاتي وعلي حسن إسماعيل يو سيدو كالي هبايها برنامجك وعن إسيقنا عن أمها العلمية وعباق إسماعيل وإذن لبها نقضى فيها نبدل لي أمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.